عاملين تسديد فقط طبعا اخر هو البطولات الاقليميه القاريه والحريه بالفعل هنا لعيبه في وسط الميدان كذا نوع حضريه نوع حضريه في بناء الهجوم لنادي الاتحاد نوع حضريه نوع حضريه الى حمزه المسعدي حمزه المسعدي الى نوع حضريه حمزه نوع حضريه نور حضرية يرجع يموت حميري ذات مخطة تمشي إلى نور حضرية نور حضرية ممتاز التمرير حمزة المسعدي أرجع من البحري لأحمد خنشيل مراوغة ممتازة بس الأمل حمزة نشوف الإعادة هاي الإعادة لمسة ممتازة حمزة المسعدي أرضية البيدوات في تونس أكثر 400 رابع مستقبل إليه لديه نفسه رابع مستقبل يعني نجح كظهير أيمن على الرباط الأيمن وعلى الرباط الأيسر أنا ما تصورش رابع مستقبل لأني أحوز الكرة مقطوعة نور حضرية نور حضرية يسدد والتصدي من محمد ورغم سبسل أول صورة نور حضرية عنده مؤهلات شوف مؤهلات شوف الإعادة التفكية وسامي يحيى إلى حمزة المسعدي لمسة واحدة نور حضرية والهجوم للنادي الإفريقي الهجوم للنادي الإفريقي عن طريق نور حضرية مراوغة ممتازة بضغط ميشيل إلى أوتوروبو 31 نور حضرية يرفع الكرة نور حضرية هناك وترجع وهو ممتاز المجهود الفردي الفني والبدني من نور حضرية تاخد رمية التماس من بلال العيفة إلى وسام يحيى وسام يحيى أمام زوج لاعبين مش عارف مازالت في حوزته يسيب مش عارف الخدمة إلى نور حضرية يرفع الكرة وست الميدان لوضع شرط القيادة ترجع الكرة وين اوتوروكو يا رئيس العمري نور حضرية نفسه واحدة تبدو الكرة بالمبتين نور حضرية نور حضرية يراوغ نور حضرية تمرير اوتوروكو اوتوروكو في مرة تقامل حامل سوسة عايزين نختار محمود الخميري الثاني يقطع الكرة خالد السويسي بيجي لوسط الميدان نور حضرية نور حضرية يحاول الاحتفاظ بالكرة نور حضرية نور حضرية إلى حافظ العمري من الدفاع نور حضرية نور حضرية بزاف تحاول الكرة حمود العمري حمود العمري وتم تكلم ما يعتبرش التسلل اللي أعلن عليه الحكم المساعد الثاني بتاعه على كل هاي صورة واقف حمود المعمل هاي المحمان هاي المحمان يرجع الى نور حضرية نور حضرية ارضية بطولة التمرير تمشي اوتوروكو الى نور حضرية لمسة واحدة وائل البحري مخطا منه حمود المعمري تمشي الى نور حضرية مرة اخرى الى انيس العمري انيس العمري يرجع الى حلم حمام ارضية نور حضرية نور حضرية نور حضرية الى بلال العيفة هذا سويسي محمد التراوري الى نور حضرية نور حضرية نور حضرية يبحث على الموسيقى كذلك يقول لي التجميع نتاعهم لازم يكون في على مراحل متواصله مده اسبوع باش يلقاو اكثر انسجام. واضح هذه كرة من فيل اروقي تختار المنتخب الفرنسي المنتخب نجم نقولوا الشوط الثاني كان هذه كرة في القائمه الثاني والمنتخب التونسي بسرعه يحبك العمليه الهجوميه في الهجمات المرتده الباست بريك طويله الكره فمرايا ولو انها متاخره نتيجه بالنسبه لهذا المنتخب لانه بصراحه الاسماء الموجوده أسماء كبيرة وأسماء واعدة في كرة القدم التونسية أسماء قاعدة تلعب مع فرقها الأولى في الفريق وفي الترجي وفي النجم يعني لا يعقل أن تكون النتائج لا تحدث عن هذه المباراة يعني في المواعيد الرسمية في المواعيد القارية والإقليمية ما تكونش موجودة النتائج يلزم هذا المنتخب يكون في الموعظ تبقى الكرة التونسية نور حضرية آخر محاولة يلتمس الكرة في العمق وجهي الجبري عنده سرعة والتمرير تمشي وسام بن يحيى يا نور حضرية نور حضرية محاولة في عكس الهجوم للنادي الإفريقي حمدي المرهني كان المنتظر بشيخ ومكانه في التشكيلة الأساسية التوزيع وال السلامي
وسام السلمي ممتاز العمليه نور حضريه ينطلق نور حضريه من اليسار يدخل المنطقه يراوغ سدد سدد وكره عاليه عمليه سريعه على النادي الافريقي فرصه جديه لادراك التعديل امامكم نور حضريه اللي خدا مكان لاسعد الورتاني منذ دقائق قليله المدرب الشيخ يبعث على التشتيت الهجومي سلمي بدون ترويج لنيس العمري قريب منه قريب منه نور حضريه نور حضريه ما يجيبش كره تضيع تتواصل العمليه العمليه ينطلق نور حضريه من اليسار يدخل المنطقه يراوغ سدد سدد وكره عاليه عمليه سريعه على النادي الافريقي فرصه جديه لادراك التعديل امامكم نور حضريه اللي خدا مكان لاسعد الورتاني منذ دقائق قليله المدرب الشيخ يبعث على التشتيت الهجومي هنا ممتازه العمليه من نور حضريه حمزه المسعدي كورته في وسط الميدان في جهه نور حضريه يلعب مع المسعدي مرفوعه من بلا الهيفا نور حضريه ثم اسامه السلمي نور حضريه من اليسار محمد الطراوي يخلي كره لعمري لكنه يوزع على سته اذا نوصل اسرع وقت للمرمى نور حضريه ينفذ ينفذ نور حضريه والكره جانبيه كرة قريبة جدا لمرمى الحارس المالي شيخ عمر البطيلي لكنها ترفض الدخول تمشي جانبية رغم انه العملية كانت ممتازة جدا والتسديد كان بطريقة 80 دقيقة لعب 9 دقائق توصلنا على النهاية أنيس العملي أرضية ثم تعود مرة أخرى نور حضرية أنيس العملي يسدد بعسر لكنه يسجل في آخر المباريات في 10 دقائق الأخيرة نتمنى ذلك نور حضرية عمري واصل العملية نور حضرية نور حضرية كرته في العمق طويلة والحارس تتجاوز الكرة يزم يتابع العملية ضربة جزاء ضربة جزاء 83 في قلعة حمزة المسعد يستميت يواصل العملية يؤمن بحظوظه والحكم يفطن بلال العيفة كريم السعيدي نور حضرية دخول يا ممتاز لأن أي لاعب يخرج يتغير ما عنده حتى أهمية هو المهم يربح الوقت نور حضرية نور حضرية نور حضرية من الجهة اليسرى هو المخالف النادي الافريقي مخالف لنور حضرية نور حضرية والزحف ما تكون باليمين ما تكون داخلة وان شاء الله مع الفارق اليوم مخالف النادي الافريقي اذا اللي صالح نور حضرية وبالفعل نور حضرية مش تقول التنفيذ الا مخن ونكون في القائم الثاني البعيد كرة في القائم الثاني والهدف له نبي ثم طبع حسين جابر التغطية من نور حضرية شوفوا نور حضرية يرجع للتغطية مدرب المدربين محمد البشتوشي نور حضرية ورقصية للظهير الأمني المدرب عبد الحق بن شيخة محمد التراولي للنادي الأفريقي لكن التغطية من شوفوا الهامي ثم نور حضرية يتفكون محمد التراولي أرسل حسيات اليوم نصفي السعيدي بالرغم من هناك تقطع الكره من عصام المرسي ثم اسامه السلمي للنور حضريه حوار متواصل في راسيه من اللاعب المحوري حمدي رويد محاوله في عكس نجوم نور حضريه للنادي الافريقي. خاصه الفرقه الدفاعيه من غير اي غير ايسر سواء من الشخصي او من النادي الافريقي. جناح ايسر نور حضريه يربح الكره والرقيه للنادي المجانب هو دفاع النادي الافريقي محمد الدراوي. عن تواصل في دفاع المنافس نور حضرية التوزيع والحارس عبد الله كبير في الفريق بالنسبة للشريط عيسى مهدي يضغط عليه للشريط على الفريق تم الكرة حاليا لصالح النادي الرتوري مباشرة لنور حضرية نور حضرية إلى محمد الدراوي تبع فيه قائد من نور الشيخ عصام المنافس إلى العيفة إلى محمد الدراوي محمد الدراوي يرجع لبيل اللعيفة بيل اللعيفة ثم نور حضرية والكرة لصالح النادي الافريقي نشوفوا كل الكرات الحقيقة متعمدة بروفوكي من النادي الافريقي ورايا خالد الدليتي الترويج خاطر ممتازة العملية بالأسطورة والتصوير ممتازة نيس العمري لنور حضرية ومعاه وليد ياكل نور حضرية يتمكن من اخذ هذه الكرة التوزيع ولا التدخل في وجهها الوقت جديد في هذا الشوط الاول منطقي جدا توقف اللعب اكثر من مرة تلقي الاسعافات من قبل اللاعبين خلت 3 دقائق تكون منطقية
هنلعب 3 دقائق في الوقت البديل، والتعادل 1-1 بين الملعب التونسي والنادي الافريقي، والتصويب الرأسي الزهيري في الوقت المناسب. خالد الزهيري قطع كرة كانت خطيرة، الانطلاقة كانت جيدة من رجال يسرى من اوتوروغو، عبد الكرة اوتوروغو اسامة السلامي الى اللعيبة يسرد الهجوم يرفع الكرة والهدف الثاني للنادي الافريقي في توقيت 48 دقيقة لعب. نور حضرية يسجل الهدف الثاني للنادي الافريقي 2-1، تتغير النتيجة للمرة الثانية في هذا اللقاء، للمرة الثانية للنادي الافريقي، ويأخذ الأسبقية 2-1 للنادي الافريقي أمام الملعب التونسي. ونذكر شوفوا عندنا نتيجة، ونور حضرية بعد تمريرة من زميله يدير لعيبة ويسجل الهدف بعد لهجوم الافريقي يحاول يبعد على المدافع، يدخل منطقة الجزاء، نور حضرية ينتظر المساندة، يرجع الكرة، توزيع من العامري وبراس فالي تراوري يضيع هذه الكرة، إعادة للكرة انطلقت من نور حضرية على الجهة اليسرى ثم وصلت إلى نيسى العمري، التوزيع ومحمد تراوري طليق يقتنص الكرة بالراس، أو نعاد وشاهد الكرة المرفوعة وبالراس من محمد تراوري لكن فوق العارضة. ترجع الكرة وطرقو في منطقة الجزاء بالراس، وطرقو ومعدن موجود في هذا الشرطي، وهذا الشرطي معاه الترقو دي على الكرة، حضرية حضرية يهرب على اللاعب جنب الردي مرة للترقو، ترجع الكرة من نور حضرية، نور حضرية حضرية يفتح نحوه الترقو على الجهة اليمنى في المتابعة النساء العمري، نور حضرية تقطع الكرة من جانب هذا الشرطي، ترجع نور حضرية على مستوى الافريقي اشعل المدرجات بالشماريخ، هذه واضحة الكرة طبعا ربما احتفال انزليك وهو يخرج او في طريق اولى لكرة القدم، تعود الكرة وسام يحيى، نور حضرية توزيع في القائمة الثاني ورامي الجريدي بعد هذا التعادل الآني بين الفريقين، ترجع الكرة من جانب نور حضرية يمهد نحو وسام يحيى بالتكسير، يحيى لنور حضرية على الجهة اليسرى، نور حضرية مرة أخرى وسام يحيى، وتدخل من حسام الزرلي، التماس للنادي الافريقي، التماس الافريقي تنفذ بسرعة زر الذوادي، توزيع في منطقة الجزاء بالراس من اتوروغو، ترجع الكرة اسكندر مجبورة والضغط من نور حضرية للذوادي، حضرية للذوادي، الذوادي يفتح نحو الجهات اليسرى، الذوادي التوزيع في القائمة الأول والدفاع موجود، تبقى الكرة نور حضرية حول المراوغة، حضرية يوزع وعلى تركي مجاز بعيدة، وسام يحيى نور حضرية لزهير الذوادي. La partie est terminée.